سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، ولا إصابات بكورونا. حملة إلكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لجريمة الحوثيين بحق مشائخ آل عمر بالبيضاء. أبطال الجيش الوطني رباط في الجبهات، ومؤسسات مدنية تشاركهم فرحتهم. تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم. ورصدت بعثة وكالة الأنباء السعودية في المشاعر المقدسة رصدت تحركات الحجاج وخطة التفويج نحو منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث وفق خطة تفصيلية إجرائية ووقائية لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن صحيا، وبوضع مسارات ملونة محددة تحدد حركة الحجيج، إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافد الحجيج في رمي جمارهم، بمتابعة ميدانية مباشرة من وزارة الحج والعمرة، وبتنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم حج الحج للعام 1441. وبعد الانتهاء من الرمي في مشعر منى، يتوجه ضيوف الرحمن إلى مقر سكنهم في مشعر منى استعدادا للذهاب إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع. هذا وأعلنت وزارة الصحة اليوم أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم تسجل ولله الحمد أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام. وأوضحت الصحة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة. هذا وعبر عدد من ضيوف الرحمن عن مشاعرهم الصادقة على توفيق الله لهم على أداء مناسك الحج في ظل هذه الظروف الاستثنائية، كما عبروا عن شكرهم لقيادة المملكة العربية السعودية والجهات القائمة على شؤون الحج على كافة الجهود المبذولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. الحمد لله الحج كان ميسر جدا، الحمد لله يعني فوق التوقعات صراحة، يعني كل شيء مريح جدا وسلس ويسير، ما وجدنا أي مشقة أو أي مشاكل حقيقة تذكر يعني في الحج هذا. يعني الحمد لله رب العالمين، الحج كان هذه السنة شيء مميز، لأنه الحمد لله ربنا اختارنا من بين الملايين، وهذا شيء الحمد لله نعمة نشكر الله عليها، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبارك في هذه الدولة، وأن يحفظها من كل الجائحة ومن كل الوباء من كل الفتن. حتى في رمي الجمرات وجدنا في تنظيم وفي خدمات مميزة يعني، فنشكرهم، ولذلك أريد أن أقدم شكري خالصا لوجه الله لهم مقامهم، والله ما يحفظهم ويحفظ كل من قام بهذه الخدمات يعني. أكد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبد الرحمن العقيل اكتمال جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة في المسجد الحرام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع يوم غد 12 من شهر ذي الحجة. جميع الترتيبات وخذت بشكل كامل كما بدأت باليوم الثامن يوم التروية، وانتهاء بيوم غد يوم 12 على نفس السياق ونفس الترتيب، والدخول عبر أبواب معينة وفق مسارات محددة من بداية الدخول حتى نزولا إلى صحن المطاف، والتوزيع بشكل مسارات والبدء بالطواف بشكل جماعي، وجميع ولله الحمد الأمور مرتب لها ومعد لها مسبقا،
منذ بداية المهمة الحج حتى انتهاءها بإذن الله يوم غدا إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الحج مباركا مقبولا لجميع حجاج بيت الله الحرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكنهم من العودة إلى ديارهم وأهليهم سالمين غانمين مغفور لهم بإذن الله تعالى. دشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لجريمة ميليشيا الحوثي بحق مشايخ آل عمر والذين أعدمتهم الميليشيا ورمت جثثهم في منطقة نائية بعد اختطافهم من منازلهم في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء. وتهدف الحملة التي انطلقت تحت هاشتاغ 4 أعوام على الغدر بمشايخ البيضاء للتذكير بهذه الجريمة وباقي الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق أبناء البيضاء والوطن بشكل عام، وكشفها للرأي العام المحلي والدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية. وقد دعا القائمون على الحملة الصحفيين والإعلاميين والناشطين الحقوقيين والقائمين على وسائل الإعلام المختلفة التفاعل مع الحملة. وكانت ميليشيا الحوثي قد أقدمت قبل 4 أعوام على اختطاف الشيخ أحمد صالح العمري والشيخ محمد أحمد العمري والشيخ صالح سالم بنا وصالح أحمد صالح العمري من منازلهم بمديرية ذي ناعم، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة. وبعد مرور 3 أيام من اختطافهم عثر مواطنون على جثثهم مرمية في مجرى سيل بأحد الشعاب بمديرية الملاجم بالقرب من أحد السدود في محاولة لإخفاء الجريمة. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف إبراهيم محمد الناطق باسم الحملة. إبراهيم مرحبا بك. أهلا وسهلا أخي العزيز، حياك الله. إبراهيم، ضعنا في صورة هذه الجريمة البشعة التي طالت مشايخ عمر في محافظة البيضاء. أولا أخي العزيز شكرا لكم على ما تقومون به وعلى مساندتنا في هذه الحملة التي نطلقها في كل عام بهذه الذكرى. أما بالنسبة لهذه الجريمة فسبق أن تكلمنا ورفعنا وعرف الجميع من الحقوقيين والمنظمات غيرها الجريمة وأسبابها وأسلوبها وكل ما قامت به الميليشيات الحوثية، سواء عبر تنفيذ الاختطاف ثم تنفيذ الجريمة ثم إخفاء معالم الجريمة ثم ظهور بعد ذلك الأمور واتضاحها للجميع، وبعدها محاولة الحوثيين التمويه والمراوغة في أولئك القتلة ثم حبس بعضهم، ثم بعد فترة أعلنوا محاكمة ثم بعد ذلك أخرجوهم من السجون وحتى ضيعوا وميعوا القضية. ونحن نعلم من أول يوم منذ مقتل هؤلاء المشايخ أن الميليشيات الحوثية لن تقوم بإنصاف أحد، كما لم تنصف اليمنيين منذ قدوم الهادي الرسي إلى بلاد اليمن، والعيد في هذه الأرض بالفساد والقتل والتنكيل هو مشروعهم، وهم هم الإماميون الجدد. ولو حاولوا أن يلبسون أو حاولوا أن حاول البعض أن يزينهم أو أن يجمل صورهم، هم نفسهم هم أولئك أصحاب الجرائم الذين ارتكبوها سابقا ويرتكبوها الآن لاحقا، وما زالوا إلى الآن يقيلون الجرائم في البيضة وفي غيرها. وهذه الجريمة ليس هي الأولى للحوثيين في البيضة، ثلاثة جرائم وسبقتها جرائم، لكننا نركز على هذه القضية بكون هؤلاء مدنيون اختطفوا ثم أخفوا ثم ظهرت هذه الصورة التي يهتز لها الجميع وتشعر إبراهيم من حول هذا المنظر. نعم إبراهيم، إذن جرائم ترتكبها ميليشيا الانقلاب الحوثية مستمرة بحق اليمنيين سواء في البيضاء أو في غيرها من محافظات اليمن، على ماذا تدل مثل هذه الجرائم المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الانقلاب؟ الحوثيون دائما لو تتابع الحكم الإمامي سابقا منذ قدوم الهادي الرسي إلى بلاد اليمن وحكم في بلاد اليمن وتنكيله باليمنيين، يروا أن هذه مثل هذه الجرائم ومثل هذه الأمور التي يرتكبونها تحدث الرعب لدى اليمنيين من أجل أن يخضعوا ويخنعوا لمشروعهم وأن يرضخوا لما تقوم بهذه الميليشيات الحوثية، ويسكت الجميع ويتغاضى الجميع عن مشروعهم. لكن إن شاء الله بإذن الله هيهات من اليمنيين أن يسكتوا عن هذه الجرائم أو أن يسلموا لهذه الجماعة ولهذه الميليشيا بحكم البلاد، أو أن يسكتوا أيضا عن كل ما تقوم به الميليشيات من أقصى البلاد إلى أقصاها. هناك ثوار وهناك رجال وهناك جيش وطني وهناك مقاومة وهناك
أحرار، وهناك في كل هذه البلاد بطولها وعرضها يقاومون هذا المشروع، وكل يوم تكتشف هذه الجرائم وتفضح الميليشيات أكثر، سواء أمام الرأي اليمني أو الرأي الخارجي أو الرأي إبراهيم نعم إبراهيم محمد الناطق باسم الحملة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن قيام ميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران بترحيل 6 من البهائيين خارج اليمن بينهم حامد بن حيدرة زعيم الطائفة البهائية نفيا قسريا بنفيه القسري، وقال إنها جريمة، وأوضح أن جريمة الترحيل لا تقل بشاعة عن جريمة اختطافهم من منازلهم وتغييبهم في المعتقلات لسنوات وتعرضهم لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي ومصادرة ونهب ممتلكاتهم. وأشار الإرياني إلى أن إجبار الميليشيا الحوثية لأبناء الطائفة البهائية على مغادرة وطنهم جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويعكس مستوى التضييق على المواطنين بمناطق سيطرتها على خلفية معتقداتهم الدينية. وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص في اليمن وكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدفاع عن الأقليات بإدانة هذه السابقة الخطيرة والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف ممارساتها العنصرية ضد الأقليات الدينية وآخرها تهجير أبناء الطائفة البهائية. بعث رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي اليوم برقية عزاء ومواساة بوفاة مدير أمن وشرطة مديرية سيئون العقيد جعفر بن كدة والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء. وعبر رئيس الجمهورية في البرقية التي بعثها إلى نجله صبر جعفر بن كدة وإخوانه وكافة أفراد أسرته عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم. كما بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في وفاة مدير أمن وشرطة مديرية سيئون بمحافظة حضرموت العقيد جعفر بن سالم بن كدة. وأشار نائب الرئيس في البرقية إلى مناقب الفقيد خلال حياته الحافلة بالعطاء الوطني وأدواره البارزة مع رفاقه من منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية في ترسيخ الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب والتخريب بمختلف أشكاله بمحافظة حضرموت. وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه وكافة آل كدة. أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي أن الشعب اليمني بكل قواه الحية وقواته المسلحة أكثر عزما وإصرارا على استعادة الدولة واستكمال تطهير كل تراب الوطن من خطر المشروع الحوثي الكهنوتي واقتلاع مخلفات الإمامة والأطماع الفارسية والانتقال نحو بناء المستقبل الزاهر في ظل دولة اتحادية عادلة تعيد لليمن سعادته ومكانته الرائدة بين الشعوب المتقدمة. وقال خلال زيارته التفقدية للمنطقة العسكرية السابعة والوحدات المرابطة في جبهة نهم بمحافظة صنعاء، قال إن مقتضيات المرحلة التي يعيشها الوطن تفرض على الجميع الالتفاف حول المشروع الوطني والاصطفاف تحت لواء الجمهورية وتناسي الصراعات والخلافات والنفير نحو مواجهة العدو الواحد والوقوف إلى جانب القيادة السياسية والقوات المسلحة في المعركة المصيرية. وترأس وزير الدفاع اجتماعا لقيادة المنطقة وعدد من قادة الألوية والوحدات وقادة الجبهات معبرا عن الفخر والاعتزاز ببسالة قادة وأبطال الجيش ورجال المقاومة الذين يضحون بأرواحهم ودمائهم في معركة الشرف والكرامة لحماية الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية ومواجهة مشاريع الفوضى والعبث وأطماع الماضي المظلم الذي أطاح به اليمنيون وقدموا في سبيل التحرر من براثنها قوافل الشهداء وسيول الدماء التي لا يمكن التفريط بها وبأهدافها السامية. من جانبه قدم قائد المنطقة اللواء الركن أحمد جبران نبذة مختصرة عن سير العمليات الميدانية ضد ميليشيا الحوثية الانقلابية وبسالة أبطال الجيش الوطني في مواجهة ميليشيا الانقلاب. ونوعد أبناء شعبنا اليمني وقيادتنا العسكرية السياسية والعسكرية فإن احنا إن هذا الأبطال كما سمعنا منهم أنهم سيحقوا النصر وأنهم سندخل صنعاء بإذن الله تعالى. والحقيقة أن الحوثي ليس لديهم أي إخلاق، فهو يزج بأبناء المساكين يستغل فقرهم ويستغل الأطفال
ويدخلهم إلى معركة ويقول لهم أنتم ستدخلوا مارب أو ستأمنوا مارب. ونحن نطالب أولياء الأمر والناس لكن فيهم عقل، يعني لا يجيبوا أولادهم ولا يصدقوا أكاذيبهم، والذي يقول لك إحنا على مشارف مارب ونحن قريب مارب، بعضهم نزل أمن مارب. عقة الأمر مارب وصنعاء كلها ستكون بعيدة عليه ولن يحكم اليمن مطلقا. ونشكر الأخوة في التحالف العربي وعلى رأس المملكة العربية السعودية لما يقدموه من دعم وإسناد للقوات المسلحة. ونؤكد لكم ونعاهد الله ثمواطننا ومواطنينا أننا ماضون على الدرب الشهداء والمعاقين والجرحى حتى نستكمل كل التحرير لليمن من أقصاها إلى أقصاها من هذه الشرذمة الباغية. بالروح شكرا جزيلا. بالروح بالدم نفيك يا يمن، بالروح بالدم نفيك يا يمن. يقضي أبطال الجيش الوطني عيدهم في جبهات النضال مرابطين ومدافعين عن الوطن من إجرام ميليشيا الحوثية الانقلابية، وكلهم أمل بأن العيد الأكبر هو يوم استكمال تحرير البلاد واستعادة مؤسسات الدولة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بتضحيات رجال الجيش والأمن وجد اليمنيون متنفسا للفرحة بعيد الأضحى، فمن نذروا أنفسهم للوطن هم صناع العيد الحقيقي في اليمن، صناع العيد الذي لم يقضوا أيامه في بيوتهم كي لا تقضي الميليشيا على البيت الكبير لشعب وضع ثقته فيهم، وارتضوا أن يفوتهم روح العيد ومعناه المتمثل في رؤية فرحة أطفالهم، إدراكا منهم بأن عيونهم المترقبة تحرس فرحة أطفال اليمن كله، وأن رباطهم في الجبهات لا يمنح اليمنيين عيد أضحى آمنا فقط، بل يمنحهم عيد حرية على مدار العام ومدى العمر، عيد جمهورية يخشاها أصحاب مخطط الإمامة بشكلها الإيراني الأشد قبحا، والتي بات أنصارها يجاهرون وخصوصا خلال موسم الحج أن الحرمين الشريفين هدفهم، وهي تصريحات كاشفة تفصح في المقابل عن الدور العظيم الذي يؤديه الجيش والذي يتصدى للمشروع الإيراني وميليشياته، لا دفاعا عن اليمن فقط بل عن المنطقة بأكملها. يعود العيد فتتجلى الثياب المغبرة بتراب المرابطة في الجبهات أشد ألقا وجمالا بمقدار فشل ميليشيا القبح في السيطرة على متنفسات الحرية الناجية من سيطرة الميليشيا الأشد قبحا في تاريخ اليمن، فيما تقف يقظة رجال الأمن سدا منيعا أمام مخططات الخلايا النائمة التي تعتمد عليها الميليشيا لإيقاظ الفتن في عمق المناطق المحررة. ومن تكامل الدور بين الجيش والأمن تكتمل فرحة الباحثين عن عيد آمن وحرية، فيما يبقى أبطال الجيش والأمن في انتظار عيدهم المستحق والذي لا يكتمل بدون رواتبهم كاملة، وهو حق يقف خلفه الشعب المصطف مع جيشه والذي تأتي قوافله الداعمة للجيش تعبيرا عن اصطفاف شعبي يقدر الدور العظيم للأبطال بقدر ما يمثل تذكيرا لكل صاحب مسؤولية وقرار بأن أولوية الاهتمام بالجيش والأمن تتحدد عمليا في ضوء أولوية استكمال تحرير الوطن وتأمين ما تحرر. وأولى الناس بفرحة العيد من يتصدون لسراق الفرحة كي لا يتبقى للوطن عيد. نفذت مؤسسة وطن التنموية مشروع توزيع حلوى العيد لأبطال الجيش الوطني في جبهات القتال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال أحمد صالح عضو مؤسسة وطن إن المؤسسة وبالتعاون مع حرائر اليمن تنفذ مشروع توزيع حلوى العيد والذي يستهدف أبطال الجيش في الجبهات ورجال الأمن والشرطة. وذكر أن المشروع يستهدف أبطال الجيش في نهم والجوف وصرواح والبيضاء والمخدرة وهيان. بمناسبة عيد العيد ودعما للمرابطين في الجبهات تقوم مؤسسة وطن بتسيير قافلة جعلات العيد
وبالتنسيق مع حرائر اليمن للمرابطين في جميع جبهات القتال المدافعين عن العرض والدين والوطن، وذلك في جبهات المنطقة السادسة الجوف وجبهات نهم والمخدرة وهيلان والمشجح وصرواح وقانية والعبدية ووضحة. الشكر الكبير لكل من تعاون، ونأمل من الجميع الدعاء للجيش الوطني والمرابطين فيه المدافعين عن الكرامة اليمن وعن الثورة وعن الجمهورية. سير أبناء مديرية مجزر مأرب قافلة غذائية بمحافظة مأرب، وذلك لأبطال الجيش الوطني المرابطين بجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء. وأكد أبناء مجزر على أنهم سيقدمون التضحيات في سبيل استعادة الجمهورية من ميليشيا الكهنوت. وأشاد أبناء مجزر بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني في ميادين الصمود الأسطورية أمام العدوان الحوثي على المحافظة. ورحبت القيادة العسكرية بالزائرين من أبناء مديرية مجزر والزائرين من مؤسسة وطن التنموية إلى جبهات القتال، ومشاركة الأبطال فرحة عيد الأضحى المبارك في متارسهم وخنادقهم بجبهة نهم. نحن اليوم جينا مع قافلة مجزر زيارة لإخواننا في مواقع الشرف والبطولة، لإخواننا الضباط والأفراد المرابطين في هذه الجبهة الممتدة العريضة الذين لهم فيها كثير من الوقت، يقضون أوقاتهم وهم والله أنهم في راحة، وأن الإنسان اللي ما نغبطهم على شيء أكثر مما نغبطهم على جلوسهم في هذه المواقع. ونحن هنا جئنا لنؤكد لهم أننا معهم، ونؤكد للحوثي بأننا ونحن حتى الجرحى والمعاقين بأننا سنقاتل حتى آخر لحظة من أعمارنا، وأننا لن نستكين ولن نضعف ولن نهن بإذن الله سبحانه وتعالى. ونقول له أنه سيخيب وسنردهم من حيث أتوا، سنردهم من حيث أتوا إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى النصر والثبات والنصر العاجل والفتح القريب بإذن الله. اليوم أتينا أبناء مديرية مجزر لنعيش أجواء العيد، عيد الأضحى المبارك، مع أبطالنا ومياميننا الأحرار الشرفاء في ميادين الشرف والبطولة والعزة والكرامة والإباء. نحن بين الأسود اليوم، فأتينا يا أبناء مديرية مجزر لنقدم لهم الشيء اليسير من قافلة غذائية، وهي إكباش هدية لإخواننا الأبطال أحرارنا الشرفاء في هذه الميادين، في هذه الأجواء المريحة، هذه الأرض الطاهرة التي يمشي عليها الرجال الصادقين الذين يدافعون عن الوطن وعن الدين وعن الأرض وعن العرض. فنحن اليوم أتينا لنفرح معهم وناخذ ونعيش فرحة العيد في هذه الأرض السعيدة، في هذه الأرض الطاهرة، في هذه المواقع، مواقع الشرف والبطولة. فنحن اليوم نعيش مع الأخوة الأعزاء هذه الوجوه الصادقة مع الوطن التي تدافع عن الوطن وعن عزته وعن كرامته وعن استعادته بأكمله. فبإذن الله عز وجل العيد القادم بإذن الله عز وجل في صنعاء بإذن الله عز وجل. كتيبة الدبابات واللواء 29 ميكا عمالقة، نرحب الضيوف الذي أتوا، نحن مرابطين وعيدنا جبهتنا، ومهما كان الأمر لن نستسلم، هذا الجبهة تعتبر بيوتنا حتى آخر رمق من حياتنا، حتى وصولنا صنعاء، وسنزيد النجوس بسيدهم الذي يقول الجهودي. تواصل قيادة إصلاح تعز زياراتها العيدية لجرحى الجيش الوطني في عدد من مناطق المحافظة. ودعت قيادة إصلاح تعز الحكومة إلى القيام بواجبها في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لكافة الجرحى. محطة من محطات عيد الأضحى المبارك، وإيمانا بدورهم الرجولي والبطولي ووفاء لرواد المقاومة والجيش الوطني المضحين من أجل دينهم ووطنهم وإخوانهم، قامت قيادة التجمع اليمني للإصلاح بتعز بزيارة لعدد من جرحى الجبهة الغربية المقعدين والمعاقين، مقدمين هدايا رمزية تعبيرا عن الوفاء والعرفان. تعز فيها أكثر من 800 الذين هم فقدوا أطرافهم أو بعض الأطراف، وأكثر من 400 الذين هم عندهم شلل نصفي أو شلل كامل. جرحى تعز
أكثر من 23,000 جريح، وشهداء تعز أكثر من 8,000 شهيد عسكري ومدني. هؤلاء جميعا بحاجة إلى لفتة كريمة من الأخ رئيس الجمهورية والأخ نائب الرئيس والأخ رئيس الحكومة. لا بد من أن يعامل جرحى تعز كغيرهم من جرحى المحافظات الأخرى، ولذلك نناشد هؤلاء جميعا، ونناشد كذلك التحالف بمعالجات جرحى تعز، وكذلك لا بد ونناشد كذلك الأخ وزير الدفاع، لا بد من أن تكون هناك رعاية كاملة لأسر الشهداء والجرحى، هؤلاء الذين قدموا أغلى ما يملكون، وبهم تبقى الشرعية، وبهم يعني جعلوا الشرعية موجودة على الأرض. هي لفتة إنسانية وتذكيرا بأن المئات من هؤلاء يعانون بعد إصاباتهم في الخنادق الأولى للوطن، فلم يبخلوا بأعز ما يملكون، لذا يجب ألا تبخل الحكومة الشرعية في رعايتهم وتحسس معاناتهم. كنت أستلم لمدة تقريبا سنة، وبالفجأة قالوا انقطع، حولونا من الجهة من الجرحى إلى قالوا القوى العاملة. أجت لهناك قالوا موقف بسبب البصمة، وأنا كنت في بيت تركيا عما جاءت البصمة. أجت شنزل قالوا لي لا استني لما تجلقنا. بعد 6 أشهر نزلت لهناك بصمت، أجت قالوا أغير اسمك، هذا نائب المالي عبد الله علي الضبي، عنديت له الوثائق حق السفارة وقال رجع بصمنا على الله. قال لي بعد 9 أشهر يعني بشهر 9/2018 تستلم، ومن هذه الوقت للآن هي 3 سنة ولا في أي خبر. تتصل من هذه بيقول لك كل من عدن ما نقدرش نعمل شيء. أين عمل الدولة اليوم؟ أين الحكومة؟ في أي عالم عايشة؟ وزارة الصحة ما ودورها مع هؤلاء الناس؟ وزير صحة لا نعرفه ولا ندري ما تعمل وزارة الصحة. لم نجد من وزارة الصحة إبرة واحدة لجريح، لم نجد أن وزارة الصحة ساعدت جريح واحد. المسألة اليوم نتحدث بجانب منطقي، أين دور الحكومة هذه مع هذه الفئات الذي هؤلاء هم سببا في وجود هذه الحكومة الشرعية، وفي سبب قوتها، وفي سبب لابد أن نضع النقاط على الحروف. إذا شعرت بالألم فأنت حي، أما إذا شعرت بألم الآخرين فأنت إنسان. ومحافظة تعز بأمس الحاجة لمن يشعر بآلامها بعد 5 سنوات من الألم والحصار والحرب والجراح. نعى التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز رحيل الأستاذ والتربوي القدير والشخصية الوطنية هيال فرحان عبد السلام، والذي وافته المنية في مدينة تعز يوم أمس أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتم تشييعه اليوم السبت إلى مثواه الأخير. وقال إصلاح تعز في بيان النعي: لقد كان الأستاذ هيال فرحان من الرعيل الأول والكوكبة الأولى التي أخذت على عاتقها تنوير الجيل السبتمبري والعمل إثر قيام ثورة سبتمبر دفاعا عن أهداف الثورة ونشر الوعي الجمهوري وتأسيس التعليم المجاني ليصبح مشاعا ومتاحا لكل المواطنين، بعدما كان محصورا لفئة سلالية محدودة في العهد الإمامي. وأشار إصلاح تعز إلى أن الفقيد تقلد عدة مواقع ومناصب في السلك التربوي، وانتخب نقيبا للمعلمين عام 1965 ميلادية، وبقي رحمه الله ينشر العطاء والخير وقيم الجمهورية والعلم طيلة حياته كشخصية اجتماعية مؤثرة محبة للجميع، يتحرك بعقلية حكيمة وفكر وطني مستنير حتى وافاه الأجل. وعبر إصلاح تعز عن خالص تعازيه ومواساته لأولاد الفقيد وكافة أفراد أسرته وتلاميذه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
ترأس وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود الشريف لقاء أمنيا وعسكريا لمناقشة الأوضاع الأمنية في مديرية حريب والجوبة واحتياجات تعزيز دور الأجهزة والوحدات الأمنية. جرى خلال اللقاء مناقشة خطة مشتركة بين قوات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية، وذلك لضبط الأمن وبسط نفوذ الدولة وردع الخلايا التخريبية التي تسعى إلى الإخلال بالأمن وإقلاق السكينة العامة. وأشاد وكيل أول وزارة الداخلية بدور الوحدات الأمنية في مديريتي حريب والجوبة والإنجازات التي حققتها في ضبط العناصر التخريبية والحد من تهريب الممنوعات. وشدد اللواء بن عبود الشريف على أهمية رفع الجاهزية الأمنية ورفع مستوى الحس الأمني واليقظة العالية خلال أيام عيد الأضحى المبارك ومنع حدوث أي تجاوزات تمس الأمن والاستقرار. تفقد محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول بالمنشآت العامة والطرقات بمدينة مأرب، ووجه العرادة الجهات المعنية بعمل لازم والإسراع بفتح ممر آمن للمواطنين بمنطقتي الروضة وذنا بمديرية صروع بعد أن ثاض السد لأول مرة من منفذه الطبيعي بالجهة الجنوبية. واطلع المحافظ خلال جولته التفقدية على الأضرار التي طالت مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومحطة كهرباء مدينة مأرب وما لحقها من أضرار جراء الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة. ووجه المحافظ العرادة الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب بمعالجة أوضاع النازحين المتضررين من السيول وتوفير الاحتياجات والتكاليف اللازمة على نفقة السلطة المحلية. أشاد قائد الشرطة العسكرية في محافظة الضالع باليقظة العالية التي يتحلى بها منتسبو الشرطة والدور الكبير الذي يقومون به في تأمين المناطق المحررة وفرض الأمن والاستقرار. وخلال زيارته التفقدية للأفراد هنا هنأ العقيد فضل العقل أفراد الشرطة العسكرية بحلول عيد الأضحى المبارك ونقل لهم تهاني القيادة السياسية والعسكرية وحث على مزيد من بذل الجهود والتحلي باليقظة العالية محذرا من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المناطق المحررة بالضرب بيد من حديد ضد أي أعمال تعكر الأمن العام. تفقد محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر النازحين بمنطقة الغويرق وقرية النخيل بعزلة المتينة التابعة لمديرية التحيتة جنوب المحافظة. واطلع المحافظ على الأضرار التي لحقت بمخيم النازحين في قرية الغويرق الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح الشديدة والتي تحولت إلى سيول جرفت عددا من الخيام في المخيم وعبثت بمحتويات الخيم الأخرى داخل المخيم. ووجه المحافظ المعنيين في المكاتب التنفيذية بالمحافظة والمنظمات الإنسانية بسرعة إغاثة النازحين بكل ما يحتاجونه من غذاء وإيواء بشكل عاجل. ويعاني أبناء الحديدة خلال هذه الفترة من منخفض جوي نتج عنه سيول ورياح شديدة تضررت المئات من الأسر وخاصة النازحين وساكني الصفي. طلب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح في محافظة عدن خالد حيدان طلب نقابة الصحفيين اليمنيين بإدانة حملات التحريض والتهديد التي يتعرض لها من قبل صلاح بن لغبر على صفحته في تويتر. وقال حيدان إن بن لغبر اتهمه بتهم خطيرة تسهم في تشويه سمعته وتؤدي إلى نظرة المجتمع السلبية نحوه وتثير حوله شبهات مختلفة من خلال نشر معلومات كيدية بما يجعله في دائرة الاشتباه والاستهداف، مطالبا النقابة بالتضامن معه ودعوة النائب العام للتحقيق في الواقعة، محملا صلاح بن لغبر مسؤولية ما قد يحدث له أو لأفراد أسرته جراء ذلك التحريض. أمير العيد فلكلور شعبي في محافظة الضالع يقام كل عام في قرية القدام ويلتف حوله الناس للاستماع بفقراته المتنوعة والشيقة. فوز المريسي حضر التقليد السنوي وأعد التقرير التالي. العيد في الأرياف يختلف كثيرا عن أعياد المدينة، ففي القرية عادات وتقاليد تجعل للعيد مذاقه الخاص ونكهته المختلفة. هنا في مريس احتفى أهالي القدام بعيد الأضحى المبارك مع أمير العيد، وهو تقليد سنوي دأب عليه سكان المنطقة منذ عقود من الزمن. أم
كبير العيد هو يعني في الكرول توارثه الأجيال يعني يدخلوا الفرح والسرور على الأطفال وعلى الكبار والصغار أيضا زي ما أنت شايف، يعني فرحة بهجة كبيرة رغم المآسي والحروب، ولكن لم يتوقف هذا الورث الممتاز والحضاري يعتبر. أمير العيد فلاكور شعبي ومسرحية مفتوحة يمثلها نخبة من الشباب ويرتدون أقنعة وأزياء مكونة من جلود ما يذبح من الأنعام كأضحية في العيد. يجتمع حول أمير العيد كل أبناء القرية ومن جميع القرى المجاورة أيضا، وبشغف كبير ينتظر الصغار والكبار هذا التقليد السنوي ليفرحوا به مبتهجين ثاني أيام عيد الأضحى من كل عام. والله هذه الفعاليات تبعث الراحة في النفوس وتعني طعم العيد، يعني كل قرى مريس تأتي إلى هذه القرية القدامى إلى هذه الفعالية كي تشارك هذه الفعالية وتفرح وتستأنس بهذا العيد. العيد هنا مذاق آخر وفرحة لا توصف، خاصة مع أمير العيد. هذه العادة التي تجاوز عمرها قرابة 50 عاما في هذه القرية. فوزي المريسي، قناة سهيل، محافظة طالع. وزعت مؤسسة نداء للتنمية والتطوير توزيع لحوم أضاحي العيد والتي تستهدف 2400 أسرة في سيئون وتريم وشبان بمحافظة حضرموت، ويستهدف المشروع الممول من الهلال الأحمر التركي الأسر الفقيرة والمتضررة من الحرب. يأتي المشروع ضمن حزمة من المشاريع التي نفذها الهلال الأحمر في عدد من المحافظات اليمنية، وذلك ضمن جهود التخفيف من معاناة اليمنيين جراء الانقلاب الحوثي على مؤسسة الدولة وانقطاع المرتبات وتدهور الوضع الإنساني في البلاد. دشن في مدينة مأرب حملة نظافة واسعة شملت كافة الشوارع والأحياء في المدينة لرفع مخلفات العاصفة الرملية التي أعقبتها أمطار وسيول غزيرة خلفت كمية كبيرة من الأتربة في الشوارع والأرصفة. وقامت إدارة صندوق النظافة بتكريم العمال بمبالغ نقدية إضافة إلى توزيع هدايا العيد. وأوضح محمد السعيدي نائب مدير مكتب النظافة بالمحافظة بأن الحملة شملت كل أحياء مدينة مأرب للتخفيف من حجم المخلفات التي خلفتها العاصفة الرملية والسيول، وأشار إلى أن تكريم العمال ترافق مع حملة توعوية واسعة للمواطنين، حيث تم توزيع براشورات توعوية في شوارع المدينة تهدف إلى رفع الوعي لدى المجتمع وترسيخ مفهوم التعاون والشراكة، وتحمل الجميع مسؤولية الحفاظ على نظافة المدينة. دشنت مؤسسة السبيل للتنمية الاجتماعية والأعمال الإنسانية بمحافظة المهرة مشروع توزيع الأضاحي العيدية للأسر النازحة والمحتاجة في عدد من مديرية المحافظة. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة السبيل مبارك النوبي إنه بتمويل من جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بالكويت نفذت المؤسسة مشروع توزيع اللحوم العيدية التي يستفيد منها 1250 أسرة من الأسر النازحة والأشد فقرا. وأشاد النوبي بجهود جمعية الشيخ النوري الخيرية المستمر للتخفيف من المعاناة للنازحين ورفع العبء عن كاهل الأسر الفقيرة والمحتاجة بالمهرة. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق ولا إصابات بكورونا. حملة إلكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لجريمة الحوثيين بحق مشائخ آل عمر بالبيضاء. أبطال الجيش الوطني رباط في الجبهات ومؤسسات مدنية تشاركهم فرحتهم بالعيد. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في رعاية الله.